بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مشروع مونتوك لبروجي مونتوك من الكتاب الأصفر. بداية، هذا المشروع هو نتاج مشروع سابق له، هو مشروع فيلادلفيا منذ عهد تسلا وإنشتاين وغيرهما، وكانت البداية الهدف الوصول إلى تقنية التخفي عن الرادار. والله أعلم. واحد، مشروع فيلادلفيا مشهود 1943، تم إنجازه في فيلادلفيا على متن البارجة البحرية إلدريج USS إلدريج وكل طاقمها. في أول الأمر والدقائق الأولى كان محيط البارجة يرى في البحر، ثم فجأة حدث وميض وبرق أزرق اللون، واختفت البارجة كليا لمدة 3 ساعات، وانقطع الاتصال بالراديو معها. البارجة اختفت وظهرت على قاعدة نورث فلوك بفيرجينيا على بعد 640 كيلومتر، ثم عادت واختفت وظهرت من جديد في بروترلي لوف فيلادلفيا، حيث تمت التجربة. إحدى السواري كانت مكسورة، بعض الطاقم متداخلين مع جسم فيلادلفيا، آخرون كانوا يظهرون ويختفون، بعضهم اختفى كليا والكثير منهم أصبحوا مجانين. 2 من طاقم البارجة من الهلع قفزا من سطح البارجة، هما آل بايلك ودان كان كامرون، فلم يجدوا نفسيهما في ماء البحر، بل قفزا لكن وجد نفسهما في قاعدة مونتوك العسكرية في لونغ إيسلاند في عام 1983، أي بعد 40 سنة بعد 1943. وأعيدت هذه التجربة بنفس البارجة بدون طاقم في أكتوبر 1943، وتم ربطها بكابلات حوالي 300 متر، فاختفت البارجة مدة 20 دقيقة، وبعد ظهورها من جديد تم تسجيل اختفاء بعض المعدات. ثم بعد ذلك تم إيقاف المشروع، وعادت البارجة البحرية الأمريكية وأعيدت البارجة البحرية الأمريكية، ثم تم إعطاؤها لدولة اليونان. مشروع فونيكس 1 1947 1969 لمحاولة فهم ما حدث في تجربة 1943. أعطي المشروع فان نيومان بمختبر نيويورك الوطني. فالأعمال والأبحاث صارت في مجال الفضاء الزماني والمجالات المغناطيسية العالية، ومن مشروع فونيكس خرجت التكنولوجيا المذدة للكشف عن طريق الرادار دستيل، والكثير من المعدات التي تعمل بالطاقة مثل راديو صوند، ومشروع تغيير الطقس والموجات الارتدادية. ومن أولويات هذا المشروع هو إيجاد النقطة الصفر لكل طاقم البارجة USS إلدريج، وربطهم بنقطة الصفر للأرض، ثم نقطة الصفر للمجموعة الشمسية، ثم نقطة الصفر للمجرة درب التبانة. وبسبب نتائج الكارثة على الطاقم البارجة